السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم اعزائي المتابعين في قناه امام تك. فيديو اليوم حنشوف بيه شلون نقدر نسوي قفل للتطبيقات بدون استخدام اي برامج. الطريقه جدا سهله، بس طبقوا خطوات وياي اللي حشرحها بالفيديو، راح تقدر تقفل اي تطبيق بدون ما تنزل اي برنامج وما تستخدم اي برنامج. الطريقه كالاتي: اول شيء نسوي نروح على تطبيق الساعه، نروح الى المؤقت اولا، وبعدها عند انتهاء المؤقت اختاره واختار ايقاف الموسيقى وانطي تعيين. اطلع منا اروح الى تطبيق الاختصارات، واروح الى التحكم التلقائي وانطي انشاء تحكم تلقائي جديد. بعدها اروح الى التطبيق، وحتى اختار تطبيق اجعل تطبيق اختيار، واختار التطبيق اللي اريد اقفله. مثلا اني اريد اقفل تطبيق الانستغرام، فاختار الانستغرام وانطي تم، وبعدها انطي التالي، وبعدها اجي على اضافة اجراء، واجي الى البحث، اكتب بالبحث مؤقت، بدء المؤقت، وبعدها اجي الى دقيقة واسويها ثانية، وبعدها اروح الى 30 ثانية واسويها ثانية واحدة، وانطي التالي، واجي على السؤال قبل التشغيل طفيها وانطي عدم السؤال، وبعدها انطي تم. اطلع هسه منا اروح الى، طبعا انت هنا التطبيق حيقفل عندك بالفيس اي دي او بالباسورد. مثلا هذا الجهاز هو اكس، فاني حاليا مسوي له فقط باسورد، ما مسوي له فيس اي دي. اجي الى تطبيق الانستغرام افتحه، مثل ما تشوفون التطبيق قافل عندي، ما يفتح اذا ما ادخل له باسورد قفل الشاشه. فتح عندي تطبيق الانستغرام. اذا اريد الغي القفل فارجع الى تطبيق الاختصارات، وبعدها اسحب الى اليمين وانطي حذف، وبهيج تكون لقيت قفل التطبيق اللي انت قفلته، وهسه التطبيق يفتح عندي بصوره طبيعيه وبدون قفل. لهنا نكون خلصنا الفيديو. اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه، فعل زر الجرس حتى تصلك اشعارات الفيديوهات القادمه. اشكر متابعتكم.